صورة لفتت الأنظار للأميرة سلمى التي بدت حزينة وبوجه عابس في الحدث الهام، بل وارتدت الأسود كذلك في مشهد أثار تساؤلات كثيرة حول السبب في غياب ابتسامة الأميرة وتغير حالتها المزاجية بتلك الحالة غير المتوقعة. فما القصة؟ كان يفترض بها أن تكون سعيدة بل وفي أقصى درجات الفرح والابتهاج بهذا الحدث السعيد، لكن وبدلا من ذلك ظهرت الأميرة سلمى العبد الله كريمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوجه عابس على غير عادتها. فالأميرة الشابة التي عادة ما تظهر مع شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني في الكثير من المناسبات والأحداث العامة، ظهرت أيضا بجانبه هو والأمير رجوى الحسين زوجته خلال خروج رجوى من مركز الحسين الطبي بعد إجرائها عملية ولادة الأميرة إيمان أولى أحفاد العاهل الأردني وزوجته. لكن على عكس الأميرة رجوى والحسين اللذين ظهرا بوجه بشوش وبابتسامات عريضة وزعا عبرها الشكر وردا تهاني على جموع المواطنين الذين تواجدوا بالمكان لتهنئتهما بالمولودة إيمان، ظهرت الأميرة سلمى بوجه مختلف تماما، حيث أطلت سلمى مرتدية طاقم ملابس كاجوال طغى عليه اللون الأسود، فيما اختفت ملامح الابتسامة من على وجهها وبدت وكأنها حادة ولا تبتسم خلال الثواني المعدودة التي ظهرت فيها بجوار رجوى والحسين خلال مغادرتهما المركز الطبي. الكثيرون بالطبع تفاعلوا مع إطلالة الأميرة سلمى الغريبة وغير المتوقعة، حيث تفهم البعض موقف سلمى وفسروه بأنه ربما يكون بسبب الأجواء الحارة بالمكان وقت الظهيرة، وأيضا بسبب رغبتها في الذهاب بسرعة إلى المنزل. بينما رأى آخرون أن موقف الأميرة سلمى اعتيادي وغير مقصود وليس به أي شيء، فهي ذهبت فقط مع شقيقها لاصطحاب زوجته ولم تهتم كثيرا بالمظاهر الاجتماعية المبالغ فيها، خصوصا وأن الحدث شخصي يخص الأسرة المالكة. وقد استقبل عدد من المتواجدين في مدينة الحسين الطبية من مراجعين ومرضى وموظفين الحسين ورجوى برفقة مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين أثناء مغادرتهما بالأهازيج والأغاني والصيحات فرحا بقدوم الأميرة إيمان، ووسط هتافات وتصفيقات وتمنيات بالخير من المحبين والعاملين بالمركز والمتواجدين بالمكان، حرص الحسين على أن يرد التهاني لكل من احتفلوا معه بقدوم ابنته الأولى إيمان. وأعلن ولي العهد الأردني عن ولادة زوجته الأميرة رجوى صباح الثالث من أغسطس الماضي، وتلاه بيان من الديوان الملكي أعلن فيه عن اسم الأميرة الصغيرة إيمان، وهنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بولادة حفيدته الأولى إيمان، وبارك للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوى، وقال في تغريدة نشرها على منصة إكس: الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين، بارك للحسين ورجوى العزيزين مولودتهما، نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها، نورت عائلتنا جد. فما السبب برأيك في غياب ابتسامة سلمى خلال خروج الحسين ورجوى من المركز الطبي بعد إجراء الولادة؟